السلام عليكم مشاهدي، مرحبا بكم في الفيديو. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذه الوصفه. وصفه الكيك الرائع العجيب ما شاء الله تبارك الله. تابعوا معي الطريقه والمقادير الاخير ان شاء الله باش ننجح معكم الوصفه. بسم الله على بركه الله. كما كتلاحظوا جوج بيضات بصفار البيض، بيض البيض يعني كامله، البيضه كامله والثانيه ايضا كامله بجوج بهم بالابيض بالاصفر. ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. عندي كاس سكر حبيبات، غادي ندمج هاد العناصر بجوج. اللي كيبقى السكر حسب الاذواق اختي اخي، كيبقى حسب ذوقك، يمكن لك تزيد ولا تنقص. وكنخلط وديري قبيصه الملح الى حبيت، وكندمج هاد العناصر بجوج حتى يندمجوا مزيان مزيان، ما نخليش فيه الحبوب ولا الكويرات ديال السكر. بعض الاحيان كيكون بارد، ولا نحكو مزيان مزيان، نخبطو ونزيد كاس ديال كما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا، ونزيد كاس ديال الزيت كيف ما تلاحظوا معايا، كاس ديال زيت نباتيه. غادي ندمج هاد العناصر هادو ايضا، المكون اللي درتو ولا اللي ضبطو غادي ندمجو مزيان مزيان حتى تخبط هاد لاكيك. هادي كتبغي الخدمه شويه، ولكن ما تخافوش منها، راه كتطلع روعه ما شاء الله فاش كتجيك لاكيك، بلا ما تزوقيها بلا ما ديريها اضافه على تزيين، ولا ما كتهزيش ليها الهم على هذا الشكل هذا. فقط الخدمه فيها لداخل، خدمي الكيك ديالك لداخل على هذا الشكل هذا بتقنيه، يعني تكون متقونه مزيان على هذا الشكل هذا. هي سهله ماشي هذا، فقط بعد على هذا الشكل هذا. عندي كاس ديال عصير البرتقال، هذاك عصير البرتقال ما كتلحش هذاك الشيء اللي كيبقى لي فوق الصفايه ولا فوق العصاره، ما كنلوحوش، كنقي منه داك الخيوط البيضاء اللي كتكون فيه وداك الشيء اللي كيجيبو مر، وكنخلي كما كتلاحظوا انا كنخويه كيجيكم مهبر، ربما عادي تشوفوا ماشي عصير عادي. على هذا الشكل هذا كنخلي فيه اطراف ديال البرتقال، هكا كيبقى مهبر، كيبقى في وسط الكيك، هو اللي كيعطي هذا الكيك هذا واحد الطيبه وواحد المنظر رائع، واحد الذوق اللي هو هائل. وكيف ما كتلاحظوا هذا الكيك هذه ما درتش فيها لا فاني لا حتى شي حاجه، شي ما عنديش شي اضافه، يعني مكونات تبارك الله اللي هما معروفين وباينين. وكندمج مزيان مزيان هاد العناصر كيف ما كتلاحظوا بدون خلاط كهربائي، فقط بيديكم على هاد الشكل. شوفوا خوتي خواتاتي كيف كيبقاو هكا في الخلاط، كيبقاو كيبانوا. وهكا غادي نديرو الدقيق ديالنا بعد ما غادي نصفيوه. ايضا للتذكير حتى خميره الحلويات اختي اخي ضروري تصفيها على هاد الشكل هذا. عندي نصف كيلو دقيق او 500 غرام، ويمكن لكم اختي اخي حسب الكاس كيف ما كنقول لكم دائما، يمكن لكم تزيدوا ولا تنقصوا، فقط ديروا شويه بشويه باش يجيكم القوام اللي حبيتو، ما يقصحش لكم. مازال الا بقى سائل يمكن لكم تزيدوا فيه الدقيق، ولكن لا اقصح لكم، كتجي مشكله باش تزيد فيها شي حاجه. وهكا هذا عندي خميره الحلويات، عندي جوج ساشيات ديال 8 غرام 8 غرام، يعني 16 غرام ضروري تصفيوه اختي اخي. وهكا غادي نخلط مزيان هاد العناصر هذه كيف ما تلاحظوا معايا بشويه، لان كيبقى تبارك الله ما شاء الله الخليط كثير. هكا غادي ندمج تبارك الله، كتلاحظوا اللون ما شاء الله عليه، واحد طيبه كتعطي فاش كطيب هاد لاكيك، هادي هاد الكيكه العجيبه كيكه البرتقال. كما كتلاحظوا البرتقال تبارك الله فيها ما خطينا غير القشور، ما درناهاش هاد المره، ولكن يمكن لكم تحكوا شي على هذا. هذا هو القوام، يبقى هكا، ما هو جري ما هو قاصح، ويكون هو هذاك وصافي على هاد الشكل هذا. ويمكن لكم كما سبق لو قلت لكم حتى القشرات حكوها وديروها، ما بغيتش انا النكهه ديال البرتقال تجي كثيره بزاف بزاف، وانما يكفيني هذا العصير على هذا الشكل هذا. خوتي خواتاتي هذا القالب انا دهنته بالمارغرين ودرت له الدقيق، وداكشي اللي بقى ديال الدقيق يعني خويته ما خليتوش فيه. وغادي نديروا هذا الخليط، غادي نفرغوه
نفرغوا الخليط ديالنا كامل بالكامل في هذا القالب هذه. يمكن لك ديروه على اي قالب اختي اخي عندك، يعني ماشي ضروري ولو عمق لهاد الحرشه، يمكن لك دير فيه هاد لاكيك هذه كتجي زوينه، ولكن غير بهاد الشكل هذا بالضبط انك تجيك بهاد الشكل هذا عادي. ان شاء الله ضروري خصك القالب، وباش كيعطيك واحد الديكور اللي هو عادي نشاركه معكم في الاخر، اللي هو كيجي وحتى راه درت لكم واحد الجزء في اول الصور في اول الفيديو عفوا، باش كيجي على الشكل هذا. كتخليها تسخن الفرن معتدل الحراره وكتدخلها الفرن وتحضيها كيف ما غادي نقول لكم، عيل فوق ما تهبطوش تحت نهائيا. وبعد ما غادي تجبدوها على هذا الشكل هذا، صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وعادي تخليها ترتاح هذا الكيك هذه، عاد تخليها ترتاح واحد نص ساعه تقريبا، وعاد تسخن الماء في الكوكوت. يعني ما هبطتش انا لتحت نهائيا، هذه كما كتلاحظوا الضو عندي ناقص، فقط كان رجلو. نحاول نقربكم من الصوره، كان نخلي كما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا، فهي يمكن لك تقدميها هكا تبارك الله ما شاء الله، غير باش طايبه عندي فقط من الفوق ما هبطتش لتحت، يعني ما كما كتلاحظوا فيها. وعادي تخليها ترتاح واحد نص ساعه ولا حتى 45 دقيقه وتسخن الماء حتى في الكوكوت على هذا الشكل هذا. سخنت الماء مزيان مزيان ودرتها فوق البوطة واحد نص ساعة تغلي مفتوح عليها الفوق، ما تغطيها موالو أختي أخي، وتخليها فوق الكوكوت ديالك ولا فوق البرمة ديالك تسخن مزيان مزيان. وهي كتسخن وهي كتهبط كتهبط من الوسط كما كتشوف من هذا الشكل هذا، باش كتعطيك هذا الديكور هذا فوق الكوكوت، وكتنزلي الكوكوت ديالك الأرض وتخليها حتى تبرد مزيان مزيان. وعندك الساعة يمكن لك تجبديها تاني وتخليها تبرد تاني، هذه ما كتحتاجش كما كتلاحظ اختي اخي، فهي ما كتحتاجش لا الزوقه، دايره الزوقه ديال الراسه، يعني تبارك الله ما شاء الله، بدون تعقيدات بدون اضافات بدون تزيين تبارك الله ما شاء الله. ومن بعد ما تبرد مزيان كما سبق وقلت لكم، هذا هو اللون تبارك الله ما شاء الله، كيجي من فوق روعه، ومن الجوانب ايضا ومن تحت، يعني كتجي منفوخه كتجي مفشفشه كتجي. فقط سبق وقلت لكم لكن او الوصفه اللي اللي ما كنشاركهاش معكم من داخل كتكون عندي فقط، هي كما كتلاحظوا تبارك الله ما شاء الله، كتكون عندي هذه كوموند، يعني هذه نصيبتها لبعض الاخوه والاخوات، يعني ما كنشاركش معكم من داخل ولكن كنشارك معكم الطريقه. كما كتلاحظوا دابا من بعد ما بردت مزيان عادي ننزلوها، عادي نحيدوها من فوق الكوكوت، وعادي نقلبوها ولا تقدميها عفوا بالشكل اللي حبيتي، يعني ماشي ضروري بحال هاد تخليها بالقالب، ولا هي تبارك الله كيما قدمتيها كتجي روعه. ومع السلامه الى فيديو اخر.